معلم اتباعت. الله يبارك فيك. اخرها في غيرها يا معلم. سلام. مع السلامة يا معلم. سلام. مع السلامة. غريبة. أول مرة الدهشاني يبقى عايز يدفع كاش. السوق شاحح قوي يا سليم بيه. على رأيك يا سعيد. على فكرة يا سليم بيه. أيوة. اللي كان بيتكلم في التليفون حياة مش المعلم دهشاني. عايزك تكلمها ضروري. يا ابني ليه؟ لا براوة. براوة يا زلمة. الرمش ده الرمش ده ده بقى عند ولاد الزوات يعني تخش شمال على طول. لم كحل الكحل سليم بيها عايزة لغيها 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 وعشيها كمان. تعال يا سليم اقدم لك عبد الرحيم بيه. هذا المجلس عند ريتنا راجل ايديه بيضا علينا في مشاريع الفراخ والمشاريع الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا يا زينب. اهلا اهلا بنورتنا. اهلا بست الكل. يا اهلا بنورتنا. لا اهلا يا حلمة بيه. لا 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 سعيد كان عايز. مش معقولة كده ده كتير قوي. انا ما اقدرش على الحلاوة دي. لا يا راجل. ولا يا سليم بيه. والله يا احسن خليك مش قادر. قربيك. هل ميرسي. اهدى بقى يا سيدي زينب اللي قلت لك عليه. اهلا يا زينب. سليم بيتكلم عنك كلام كبير قوي. كلام الكبير ما يطلعش الا من كبير. ده يا سيدي البلغوطي بيه بلع السوق كله في كرشه مش سايب حاجه للغلابه اللي زي هنا. ايه طول عمرك تاكل وتنكر. بنت زواج طلعت من الحوش بارده. كلهم كده. اسمك الحقيقي ده ولا الدلع؟ ايه؟ انت منين؟ اسمع يالا انا مش فايقالك سيبني في حالي. ها؟ الحق عليا انا ما جيتش وراك الا لما حسيت ان السلك ضربك وعايزاني. ليه؟ قولي لا. بصراحة بقى أنا عايز أنا وإنتي نبقى أصحاب. كمان؟ والله يا عيال على آخر الزمن أصاحب واحد زيك جاي من ورا الجاموسة. أنت تظهر عشك بشك ما تعرفيش أنا مين. أنا زينهم جاد الحق. أرجل من كل الصيع اللي أنت تعرفيهم وفوقهم سليم بتاعك ده. عارفة انت مشكلتك ايه؟ انت عاملة زي الفرس الحرنانة بتدور على خيال يلجمك واللي شايفه في عينيك ان سليم يا دوب بيعلفك. اسمع يا روح امك يلجمني ما يلجمنيش ده مش شغلك.
وما مشيتش من قدامي الساعه دي ههفك قلم على خلقتك ان ما لزقش يعلم. دلوقتي بقى نبقى اصحاب عشان ابليس رجال. طب ارخي الحبل بس ما تشوفي. عارف يا لها ده انا لو عمي وعرجه وكيعاني خارجه وانت بقى اللي معاك ميه المحياه مش هيحصل. عارف ايه قيمة الحياة دي يا ابو خليل؟ لو تقدر تخرق السما دي وتطلع فوقها. مش عارف بس ايه اللي عاجبك في الحتة دي. احنا مش هنروح بقى. بنت حياة دي لازم تبقى بتاعتي. بقول لك ايه، انت هتستعبط بقى ولا عاوز سليم يقتلنا؟ سليم ده ايه؟ ده خرنج صبيان اللي مشغلينه. عايز تملك واحدة زي حياة دي لازم معاك فلوس. فلوس كتير قوي. معاك فلوس هتديك قوة. القوة والفلوس أي واحدة في الدنيا تركع تحت رجليك. مش أي واحدة بس. الدنيا كلها. طب ما تقلبش عينيك لفوق قوي كده لا تحول. إحنا لسه يا دوب شامين هوا نضيف وما صدقنا القرش جري في إيدينا. بس سم ده قرش. ده لعب عيال. أنا عارف إيه اللي جاي لي. إيه بقى إن شاء الله؟ البيضة الكبيرة الذهب والفرخة اللي حضنها. الساعة 10 يا فندم. صباح الخير. صباح النور. أنا مقدم عصر أبو علي من بحث آداب. أهلا فندم تحت أمرك. في عندكم هنا سونا وبخار؟ في يا فندم موجود. رجالي وحريم؟ رجالي وحريم. رجالة فين وستات فين؟ رجالة من هنا وستات من هنا. في إخبارية جاية لنا إن الرجالة يخش عند الستات ده صحيح؟ مستحيل طبعا يا فندم. ستات فين قلت لي؟ ستات من هنا. يا وائل. نعم. شوف ترخيص المكان. حاضر يا فندم. بس يا فندم كده ترخيص يا حبيبي. ترخيص. فلوس هدومك. انت ايه اللي جابك هنا؟ سليم اتاخر على الماتش فرحت اجيبك. دخلت هنا ازاي؟ انا ممكن اجيلك حتى لو كنت جوه. انت عارف سليم ممكن يعمل فيك ايه؟ مش مهم سليم.